خلاص سجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أمر الله تعالى عباده أن يخلصوا له في عبادتهم، فلا يريد بها إلا الفوز برضاه والجنة والنجاة من سخطه والنار، دون أي هدف آخر من متاع الدنيا وزينتها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وجعل سبحانه وتعالى الإخلاص لوجهه الكريم في الأعمال الصالحة شرطا لا بد منه لرجاء النجاح والفلاح يوم القيامة. فقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل عبادة يؤديها العبد وكل عمل من أعمال الخير يفعله لا يقبل منه ما لم تكن نيته الباعثة على ذلك خالصة لله تعالى من شوائب الرياء والرغبة في متاع الدنيا، لأن الأعمال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنيات والمقاصد والدوافع الكامنة وراءها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث الشريف يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ليكون دليلا على ما وراءه من الأعمال. فالهجرة مع أنها من أشق التكاليف وأكثرها صعوبة على النفس، لأن فيها مفارقة الأهل والولد والمال والأصدقاء والوطن، فمع كل هذه التضحيات لا بد من النية الصادقة حتى ينال المهاجر أجر المهاجرين في سبيل الله. لا بد أن يكون دافعه إلى الهجرة طلب رضا الله تعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهجرته لا تعد القصد الذي قصد إليه من متاع الدنيا، وليس له عند الله تعالى وراء ذلك شيء. لقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظار المسلمين
ولفت انتباههم إلى وجوب الاهتمام بتصحيح النيات وتطهير القلوب وإصلاح البواطن، لأنها هي المعتبرة عند الله جل وعلا، عليها المعول في الثواب والعقاب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. والرياء الذي يحبط العمل هو أن يعمل الإنسان العمل ليحمده الناس ويثنوا عليه. وقد بين الله تعالى في كتابه أن الرياء يحبط العمل ويبطل الثواب: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. بين لنا أن الرياء من صفات الكافرين والمنافقين، فقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وقال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وربما يسأل سائل: ما حكم العمل عندما يكون الدافع إليه أمرين: الرغبة في رضا الله جل وعلا والرغبة في ثناء الناس؟ والجواب أن هذا العمل كذلك لا يقبله الله ويرده على صاحبه، لأن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا الإخلاص له وحده بدون أن يشركوا معه في نياتهم أحد. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله تعالى عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يصحح نيته ويخلص قصده في عبادته وأعماله. ينبغي ألا يحدث الناس بأعماله الصالحة ليثنوا عليه ويحمدوه بها، فإن ذلك يحبط ثواب عمله أو ينتقص ثوابه. ومهما حاول أن يتظاهر أمام الناس بأنه لا يحدثهم ليحمدوه ولا ليثنوا عليه، فإن الله عز وجل مطلع على حقيقة حاله وسر فؤاده. فإذا كان يسمع الناس بأعماله يريد بذلك أن يعظموه ويوقروه، فإن الله تعالى يكشف للناس حقيقة مقصده ويفضحه ويفضح بينهم سوء نيته. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا من ورثة النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن من أعظم الرياء إثما وأكبره جرما أن يعمد الإنسان إلى الأعمال الصالحة التي يبتغى بها وجه الله تعالى عادة، والتي لا يشك الناس في أن صاحبها يريد الأجر والمثوبة من الله عز وجل، يعمد إلى هذه الأعمال والعبادات فيتخذها مطية، إلى ما يشتهي من متاع الدنيا وزخرفها، ووسيلة لتحقيق مطامع ولذائذ في الحياة. يخدع الناس بمظهره الصالح، يخفي عليهم باطنه الطالح، لكن الله عز وجل القائل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعلم حقيقة أمر هؤلاء الذين يختلون الدنيا بالدين، فيكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر النار بهم يوم القيامة، يسحبون على وجوههم حتى يلقوا فيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فينبغي للمؤمن أن يهتم بالإخلاص لله في أعماله، أن يحذر الرياء فإنه أخفى من دبيب النمل، وليستعن بالله على تطهير قلبه منه، وليرق نفسه بهذه الرقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها إن أخذت بصدق نفعت صاحبها بإذن الله عز وجل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا
نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني ورواته ثقات. عباد الله، لقد كان السلف الصالح يتواصون على الحفاظ على الأعمال الصالحة، فيقولون الإخلاص هو مركب الخلاص، هو مركب الخلاص. يخفون أعمالهم حتى لا يعلم بها أحد، ولا يحدثون الناس ما صنعوا في ليلهم ونهارهم، بل إنهم إذا رآهم أحد في عبادة تغيرت وجوههم خشية أن يلحق الرياء شيئا من أعمالهم. لا يراؤون الناس، وإنما يحرصون على إخلاص الأعمال لله عز وجل. والعمل لا يقبل من العبد حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. وكثيرا ما نقرأ قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها لم تكن على صواب ولم تكن مخلصة لله عز وجل. فيا عبد الله، احرص على أن يكون عملك هو لله جل وعلا، لا يعلم به أحد، سواء كان في صدقة أو عبادة أو غير ذلك من أعمال الخير التي تريد بها وجه الله والدار الآخرة. فإن الدنيا أمرها قليل، ولا تستحق أن يظهر الإنسان عمله الصالح لأحد فيها، إنما يحاول أن يقدم العمل لله عز وجل. فإنك أحوج ما تكون إليه حينما تقابل ربك جل وعلا، فاحرص أن يكون لله لا يعلم به أحد. فأول ما توضع في قبرك يأتيك عملك الصالح بصورة حسنة، فتقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فإن لم يكن صالحا ولا خالصا، فإن لم يكن خالصا لله لم تنتفع به. فاحرص يا عبد الله أن تقدم لنفسك الخير ليل نهار. ولذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إنما يريد بذلك وجه الله: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تظهر أعمالك الصالحة من بر بوالديك، وعمل صالح تقدمه لهما، ولا بصلاة ولا بصيام ولا غير ذلك. إنما احرص أن يكون عملك لله جل وعلا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة وعملا صالحا مقبولا. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا من ورثة النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا سميع الدعاء. اللهم ارزقنا الاستعداد لما أمامنا، أقر أعيننا ربنا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك على طاعتك، فاجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن خاتمتنا، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فمتعه بسمعه وبصره وقوته ما أبقيته يا ذا الجلال والإكرام، وأحسن خاتمته يا سميع الدعاء. ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، ونور له فيه، واجعله عليه روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، فارحمهم يا رحيم. اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه وإخوانه هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقم للمنافقين في بلدنا وبلاد المسلمين عامة، اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أشغلهم بأنفسهم يا سميع الدعاء، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، صحا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا رحمن، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث القلوب بطاعتك، وأغث البلاد بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم رحماك بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، صحا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم إنا شيء من خلقك فلا تحجب عنا فضلك بذنوبنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا يا رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رحيم. اللهم لا ترد أيدينا صفرا يا سميع الدعاء. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت المعطي والمانع، أنت الخافض والرافع، أنت العزيز الجبار، أنت الحي القيوم، لا إله إلا أنت، نرفع إليك أكفنا فلا تردها صفرا يا سميع الدعاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إن بنا من اللأواء والحاجة ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد ومنك التكلان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الصورة كمل 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 كمل.